الآن مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح ميه. النهارده حلقه الخميس 9/9/2021 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بيكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره. الحقيقه دايما في برنامجنا وفي حلقاتنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا علشان حضراتكم دايما تبقوا على درايه بكل ما يدور بمصر وبخارج مصر كمان. مشاهدينا دايما بنحب نؤكد على حضراتكم احنا لسه ملتزمين باجراءاتنا الاحترازيه. احنا في فتره دلوقتي فتره مهمه جدا الحقيقه. طبعا حضراتكم متابعين الايام اللي فاتت الاعداد يعني وصلت لفين، وطبعا يعني حضراتكم عارفين ان حصل فرق يعني كبير من الفتره اللي فاتت، فعشان كده دايما بنؤكد احنا لسه مستمرين في اجراءاتنا الاحترازيه. حتى لو كان حد مننا اخذ اللقاح برضه يلتزم باجراءاته الاحترازيه، لان زي ما حضراتكم عارفين ان اللقاح مش بيمنع العدوى ولكن هو بيقلل الاعراض، وطبعا بالتالي اللي بيتنقله العدوى ممكن كمان ينقل العدوى لغيره. فحابين ان احنا نلتزم باجراءاتنا علشان انفسنا وعلشان يعني اسرنا وعلشان كل اللي نقدر نتعامل معهم في خلال اليوم. مشاهدينا كمان النهارده هيكون معانا فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه وبنحلل الاخبار مع حضراتكم. كمان النهارده كل يوم خميس بيبقى معانا مقال نيافه الحبر الجليل الانباء ارميه الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، برضه هنقوله لحضراتكم في الحلقه النهارده. كمان هيكون معانا الفقره الاخيره هنتكلم عن المشروعات القوميه اللي حصلت، والحقيقه طبعا حضراتكم ملاحظين الطفره اللي حصلت في مصر السنوات اللي فاتت كلكم ملاحظين ده طبعا. فهنتكلم عن هذه المشروعات باستفاضه النهارده وان شاء الله يبقى في تطور اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. بيسعدنا ان يتكلم معانا في هذا الموضوع هيكون معانا دكتور شريف الباز استشاري دكتوراه رياده الاعمال واداره المشروعات والتسويق. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدا اولى فقرات برنامجكم صباح ميه. خليكم معانا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وبنبدا مع حضراتكم اولى تقاريرنا في حلقتنا النهارده. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الشيخ احمد ناصر وزير الخارجيه بدوله الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه والسفير محمد الزويخ السفير الكويتي بالقاهره. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير محمد الزويخ السفير الكويتي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية
وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكدا سيادته خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مشددا سيادته في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية. اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية، خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مرة اخرى، والحقيقة معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. اوصت منظمة الصحة العالمية بان ارتداء الكمامة اصبح الزامي مع دخول بعض الدول بالموجة الرابعة لفيروس كورونا مع مراعاة العمر الافتراضي لاستعمالها. حابين نعرف طبعا تفاصيل اكتر عن هذا الخبر المهم. معانا على الهاتف الدكتور عماد لويس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية ونائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية. صباح الخير دكتور عماد. اهلا اهلا، صباح الخير. اهلا بخير، اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا ومشرفنا في صباح مية. تعيش انتوا المنورين، ويعني ربنا يخليكم ودايما كده على تواصل مع الجمهور ومهتمين بالامور اليوميه الهامه. يعني يا رب اشكرك يا دكتور. يعني حابين نعرف من حضرتك، طبعا احنا يعني دخلنا في 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 الموجه الرابعه، فحابين نعرف من حضرتك يعني مواصفات الكمامه الصحيه، خصوصا مع انتشار طبعا انواع كثيره بتنتج من اماكن غير مطابقه للمواصفات الصحيه. يعني تمام، هو في البدايه انا دي يعني كنت عملت معايا مداخله من كذا شهر بخصوص هذا يعني موضوع كورونا، وحقيقي يعني انا اشكركم ان انتم مهتمين ان انتم تنبهوا الناس بالاجراءات الاحترازيه طبعا. ويعني اسمح لي بس يعني في هذا الموضوع احنا لازم نبص لشيء مهم جدا، الدوله والقيادة السياسية بتسعى يعني جاهدة في ان هي توفر الامصال بكل الطرق، ويمكن انتوا شايفين حضرتك ومتابعين طبعا قد ايه سيادة الرئيس وجه بالاهتمام بتصنيع المصل في مصر، وبدأ وكمان قدروا يجيبوا شحنة قريبة لسه كمان داخلة من بره. يعني بصراحة ما فيش مجهودات بتتعمل اكتر من كده، ويمكن ده سبب من الاسباب اللي يعني قدرت الحكومه ان هي تقلص الاعداد الخاصه بالطب. ولكن نرجع بقى لسؤال سيادتك على مواصفات الكمامه او كده او ما شابه ذلك. المشكله ان المواطن في مصر دلوقتي ما بقاش مهتم بفيروس كورونا، او بداوا يهملوا الاجراءات الاحترازيه، وده دي بتسبب مشكله كبيره. يعني الحكومه بتعمل حاجه وانت بتبوظها من الناحيه الثانيه، فتلاقينا ماشيين في دايره كده بايظه، يعني دايره
مفتوحه مش مغلقه، لا انت هي بتسد خانه وانت بتفتحها من ناحيه ثانيه. فمهما تحاول الحكومه بتعمل، ولكن المواطن برضه في النهايه مش عايز يلتزم. يمكن جهاز الاحصاء عمل احصائيه في بدايه كورونا ان يعني النسبه كانت متعديه 90 او 95% من الشعب كان مهتم جدا بالاجراءات الاحترازيه. الفترة دي بنتكلم في لا تتعدى 30-35%، فدي مشكلة كبيرة. لازم المواطن يرجع تاني يخلي باله من التباعد، يخلي باله من الاهتمام بالنظافة الشخصية، يخلي باله من ارتداء الكمامة. الكمامة الكويسة زي ما قبل كده أنا قلت برضو، الكمامة الكويسة نجيبها من مكان كويس. النهارده في اماكن اللي هي معتمده النهارده موجوده، هي دي اللي انا اقدر اشتري منها الكمامه الكويسه. مواصفاتها ايه؟ هي لابد ان تكون في البدايه من منفذ بيع محترم عشان تكون مواصفاتها محترمه. دي اهم حاجه في الموضوع، لان طبعا في حاجات بتبقى رديئه هي بتضر اكتر ما بتفيد. لان في النهايه الواحد بيكون عامل حسابه ان هو يعني عامل وقايه، ولكن في النهايه هي لا شيء. طيب اتفضل. يعني برضو حابين برضو من حضرتك تقول لنا يعني بعد يعني شراء الكمامه من الاماكن المختصه، برضو حابين نعرف العمر الافتراضي بتاع يعني الاستخدام الكمامه قد ايه، وبرضو هل يجوز استخدامها لاكثر من مره؟ عشان برضو احنا النهارده الكمامه بقت سعرها بسيط جدا. يعني النهارده كانت توصلت لفتره من الفترات سعرها غالي، لكن النهارده اي مواطن يقدر يشتري العلبه وتكفيه شهر او اكثر، شهر يعني مثال العلبه فيها 50 او حاجه كده، يعني شهر ونص مثلا، شهر ونص وفي النهايه وبسعر مناسب جدا. ف حته الارتياز ده هتختلف من مكان لمكان. يعني النهارده انا لو داخل مستشفى وهقابل مريض وهقعد في جو فيه يعني زحمه وكده، لا انا هضطر ان انا اغيرها على طول. قاعد في مكتبي ومثلا في بارتيشن ما بيني وما بين العملاء او ما بين الناس، او في تباعد ما بيني وبين الناس، واقدر استخدمها طول اليوم. لكن يعني بالاكثر هي يوم. دي في بعض الانواع اللي هي ديسبوزبل اللي هي بتترمي على طول، يعني تستخدم وتترمي على طول. ولازم برضه نتخلص منها بطريقه صح، نلقيها في سله المهملات ونقطعها ونغسل ايدينا بعديها. يعني نرجع تاني للاجراءات الاحترازيه اللي كنا ماشيين عليها عشان ما يتفشاش المرض، ونتعب تاني ونرهق البلد تاني ونرهق الاقتصاد المصري. احنا النهارده في النمو حلو جدا، البلد طلع الريس ضاغط في الاقتصاد ما شاء الله، عماله يرفع فينا. فمش حرام بقى ان احنا نوجه الفلوس للاقتصاد، ولا نوجهها لحاجات كل حد بيبقى ليه دور فعلا. انا عندي سؤالين يعني مرتبطين ببعض. يعني اسمح لي، هل الفلتر اللي واجب يعني يكون متواجد في الكمامه، هل هو وجود ثلاث طبقات يعني بالكمامه، ام يعني شيء يعني اخر؟ هي الكمامه عباره عن طبقتين. اوكي، طبقتين خارجيتين وطبقه في النص. الطبقه اللي في النص اللي هي طبقه الفلتر هي دي اهم شيء. ان انا لو ما حطيتش الفلتر ده هو اللي بيمنع نفاذ الفيروس، او بيقلل من نفاذه. ولكن انا لو ما عملتهوش وكنت في مكان تاني، انا بقول لحضرتك في مكان زحمه او في تلوث او داخل الاماكن الطبيه، لا انا لازم يكون في فلتر جوه الكمامه. ده امر يعني مفيش كلام فيه. ولكن انا لو لابسها وانا ماشي في الشارع كده متباعد، ممكن الثلاث طبقات تقل، يعني تبقى يعني ممكن تكون حمايه. انا بلبسها حمايه في الاماكن اللي هي داخل مول، مفيش مشكله، انا مش متباعد عن الناس. ممكن تكون ثلاث طبقات مفيش فيها اي مشكله، ولكن طبعا الاصح ان هي يكون فيها فلتر عشان يبقى الكلام مظبوط. هو المفروض اساسا المواصفات العالميه في الانتاج ان هي تكون طبقتين، طبقه ترضى للسوائل
اللي هي بتبقى من الخارج، وطبقه الفلتر وطبقه الحمايه اللي من الداخل اللي هي بتكون من على الوجه بس. طيب في ناس بتنصح ان يعني الشخص يرتدي اكتر من كمامه علشان يعني تجنب العدوى اكتر، هل ده صحيح ام غير صحيح؟ هرجع تاني اقول لسعادتك، ان كانت الكمامه بالمواصفات الصحيحه وانا ببتديها يعني بالطريقه الصح، انا مش محتاج ان انا احط دين، مش محتاج كمان عشان يعني اعتقد برضو اكتر من كمامه ممكن ياثر على النفس شويه. هو شويه طبعا هي هتضايق شويه الناس في نفسها، هو المفروض ان هي زي ما بقول لحضرتك هي فيها الفلتر بينا والطبقه بتسمح ان الواحد يتنفس ولكن دون نفاذ الايه الفيروس. يعني انا اشتريتها من مكان مظبوط، ها مش من الشارع، من على الرصيف، من مش منطقي يعني طبعا ان هي تكون بتتباع بالطريقه دي. وبرضه انا وجهت قبل كده للجهات ان لازم يمنعوا حته الحاجات دي تتباع على الارصفه وتتباع مع الباقي الجائيين، طبعا ده لا يصح تماما يعني مزبوط. لا يصح في الجمهورية الجديدة. مزبوط. طيب اسمح لي دكتور عماد، يعني طبعا أسف على الإطالة، ولكن يعني أختم مع حضرتك بيه، هل هناك يعني كمامات مصنعة خصيصا للأطفال؟ طبعا أكيد طبعا. إيه هي مواصفات خاصة طبعا بالنسبة، لا بالنسبة طبعا الطفل أولا بالنسبة لحجمها هي نفس مواصفات الماتيريال بتبقى واحدة، ولكن طبعا الحجم بتاعها بيكون صغير عشان يبقى قافل على وش الطفل، ما تبقاش كبيره وبالتالي تبقى هي مفتوحه، يبقى انت ما عملتش اي حاجه. كانت متوفره دلوقتي وموجوده في مصر واسعار برضو ممتازه جدا 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 يعني. واحنا برضو داخلين على الدراسه، لازم الاولياء الامور، لازم الاسره تنبه على الشباب وتنبه على الاطفال ان هم يلبسوا الكمامه وهم في المدرسه. يعني لازم نرجع للاجراءات الاحترازيه تاني. مزبوط. تاني خوفا على تفشي المرض مره تانيه، ونتمنى من ربنا طبعا ان يحرس ولادنا ويحرس بلدنا ويحرس رئيسنا. يا رب يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور عماد يعني على هذه المعلومات المهمه والقيمه، وان شاء الله يعني هذه الازمه تزول بكل خير يا رب الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور عماد لويس، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبيه ونائب رئيس شعبه المستلزمات الطبيه، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. اختتمت رحلات الجسر الجوي للمساعدات الانسانيه العاجله المرسله للاشقاء السودانيين، حيث اقلعت 3 طائرات نقل عسكريه على مدار يومين من قاعده شرق القاهره الجويه متجهه الى مطار الخرطوم الدولي بجمهوريه السودان، محمله باطنان من المساعدات الانسانيه التي تشمل كميات كبيره من المواد الغذائيه والبطاطين والادويه والمستلزمات الطبيه ومواد التطهير المقدمه من وزارتي الدفاع والصحه والسكان وجمعيه الهلال الاحمر المصريه، وذلك في اطار الروابط القوميه وموقف مصر الداعم تجاه الاشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها، اختتمت رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء السودانيين، حيث أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهين إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملين بأطنان من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك في إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.
تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية تجاه السودان الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. صدر أمس تحذير من منظمة الصحة العالمية بعد نشاط العمليات الترويجية من جانب شركات التبغ، تحديدا بعد جائحة كورونا، بالترويج لمنتجاتها الجديدة كالسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والإدعاء بأنه أكثر أمنا. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، معنا على الهاتف الدكتور عصام مغازي، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرر وأمراض الصدر. صباح الخير دكتور عصام. صباح النور، أهلا بحضرتك. يعني طبعا احنا يعني زي ما حضرتك سمعت الخبر معنا، حابين نعرف بس هل هناك تدخين آمن كما تدعي هذه الشركات؟ هو اسمه تدخين، ففي الأول والآخر جميع أنواع التدخين مضرة بالجسم، وكل قوانين مكافحة التدخين مخصصتش يعني نوع معين. يعني دي يعني اسمها في القانون المصري وفي الاتفاقات الدولية قوانين مكافحة التبغ، وهم من نفسهم بيقولوا تبغ مسخن، آخر تقليعة يعني أو آخر حيلة وصلوا لها عشان يخدعوا الناس بالاستمرار في التدخين يعني. طيب هل يا دكتور هناك يعني فارق بين يعني السجائر العادية والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن يعني في الضرر؟ هل في فرق في أضرار ده يعني عنده؟ الفرق في المدة الزمنية اللي ظهر فيها أنواع التدخين مختلفة. فتدخين التقليدي السجائر اللي احنا بنتكلم عليها دي ظهرت من عشرات السنين وما كانتش معروفة أضرارها، يعني يمكن في آخر 50 سنة ابتدت أضرارها وعلاقتها بسرطان الرئة وبكل الأضرار اللي هي بتسببها لجهاز الجسم ابتدت تظهر بالتدريج، وابتدى الناس ينتبهوا ليها، محدش يقدر يجادل فيها خالص يعني. الإحصائيات والأبحاث وكلها بتأكد إن السجائر ضارة، فيجي ديت من عشرات السنين. لكن لو جينا للتدخين الإلكتروني هنلاقي ما كملش مثلا 15-16 سنة وآخر تقليع اللي هي التبغ المسخن دخلت مصر رسمي أول السنة دي، فبالتالي الأضرار والحاجات ديت بتظهر تباعا. طيب هل التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية طبعا بيوضح ان هناك نشاط مكثف يعني طبعا غير عادي من جانب هذه الشركات طبعا تحديدا خلال فترة جائحة كورونا؟ وطبعا يعني زي ما حضرتك عارف يعني الغريب ان تقديمها لبعض الاعمال الخيرية كالتبرع بأجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات، فحابين برضو نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الخبر. يعني تجارة التدخين بمليارات الدولارات ويقظة جدا لأي تغييرات بتحصل، إنها مش ممكن تضحي بالمكاسب الهائلة ليها، فدايما بتستخدم أو بتستغل ظروف الكوارث والحروب والحاجات ديت كلها إن هي تنشط مبيعاتها. يعني زي ما شفنا في تجارات كتيرة وصناعات كتيرة اتأثرت بجائحة كورونا، لا هم بالعكس ابتكروا اللي هو حكاية الأعمال الخيرية، طلعوا أشعة إن التدخين بيحمي من كورونا، هذيك أبحاث ضعيفة جدا أو نقدر نور ملاحظات، حكاية البيع عن بعد، اقعد في بيتك والسجائر هتجي لك لغاية عندك، عملوا عروض ترويجية كتيرة جدا، فبيستغلوا دايما الحاجات دي، والإعلام لازم يكون واعي للحاجات دي يعني. مظبوط.
طيب يعني لا يعني برضو احنا طبعا حضرتك عارف ان احنا دلوقتي لسه ما زلنا في جائحه كورونا، فحابين نعرف يعني لماذا المدخن يكون اكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا؟ رئه المدخن غير رئه غير المدخن، يعني كورونا لما هتهاجم رئه المدخن وتلاقيه هي من الاصل تعبانه وضعيفه، يبقى تاثيرها غير تاثيرها على رئه غير المدخن الرئه السليمه. فبالتالي قابليه المدخن اكثر الاصابه ب كورونا. غير كده ان التدخين بيؤدي الى ضعف وسائل دفاعيه في الجهاز التنفسي، وانها السلية او الاهداب المبطنه المجاري التنفسيه، واللي هي بحركتها المستمره بتطرد الاجسام الغريبه والميكروبات من الجهاز التنفسي. التدخين بيعملها سب شلل، ما بتقومش بوظيفتها الدفاعية. التدخين برضو بيسد النفس عن الأكل، وبالتالي بيبقى الإنسان بتقل مناعته. المدخن الفقير بيبدي التدخين عن الأكل، فبالتالي برضو بيبقى عنده ضعف مناعة. أسباب كتيرة التدخين الشيشة وانتقالها من واحد للتاني بتبقى وسيلة لانتقال العدوى حتى لو غيروا المبسم. طيب يعني تم إطلاق مرصد مصر لمكافحة التبغ، يعني حابين نعرف برضو يعني دوره في مكافحة التدخين بمصر برضو يا دكتور. المرصد ده عملاه جمعية مكافحة التدخين وضرر الأمراض الصادر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبنرصد كل الألاعيب والحيل اللي بتقوم بها شركات السجاير للاستمرار في تجارتها المميتة. يعني أخبار مثلا زي التدخين بيحمي من الكورونا، أو أخبار مثلا إن بتدخينك سيجارة بتدعم التأمين الصحي، على أساس إن كل علبة سجاير عليها مبلغ معين بأمر الحكومة يعني يقتطع للتأمين الصحي. فكل دي أخبار بتحاول تبيض وجه صناعة التدخين المميتة. فحضراتكم يعني بترصدوا هذه ويعني بتصححوا الأخطاء الشائعة يعني. بالضبط. يعني طبعا بنتمنى ان يعني الفتره اللي جايه دي تعدي بالف خير طبعا في ظل الازمه اللي احنا بنمر بيها. ويعني طبعا التدخين من زمان حتى من قبل كورونا طبعا من اخطر الامور، فان شاء الله يعني الصحه لكل الناس يا رب، ويقلعوا عن التدخين الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورك جدا على وقت حضرتك دكتور عصام مغازي، مستشار منظمه الصحه العالميه ورئيس جمعيه مكافحه التدخين والضرر وامراض الصدر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربيه الدوليه 2021، وذلك بمشاركه 42 دوله من الدول الصديقه والشقيقه، والتي استمرت لعده ايام على اراضي الدوله المنظمه، وبمشاركه 4 فرق من القوات المسلحه المصريه في المنافسات بدولتي روسيا الاتحاديه والصين الشعبيه. وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوي المصري المشارك في مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على المركز الثالث في الترتيب العام والميدالية البرونزية. كما حصد الفريق المصري جوائز أفضل مدرب وأفضل رامي رشاش وأفضل إصابات للأهداف في المسابقة، حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصيني بالفريق المصري، موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الفريق المصري بالمستوى المشرف. طبعا خبر جميل، فحابين مشاهدينا نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا. خليكم معنا. اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021، وذلك بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة، والتي استمرت لعدة أيام على أراضي الدول المنظمة بمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية في المنافسات بدولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية.
وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوي المصري المشارك في مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على المركز الثالث في الترتيب العام والميدالية البرونزية. كما حصد الفريق المصري جوائز أفضل مدرب وأفضل رامي رشاش وأفضل إصابات للأهداف في المسابقة، حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصيني بالفريق المصري موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الفريق المصري بالمستوى المشرف. كما حقق الفريق المصري المشارك بمسابقة رالي المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة. بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية المشاركة بمسابقتي المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة في المنافسات، وسط إشادة دولية بمدى الانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة، حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة وأعداد غفيرة من الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بدولتي روسيا والصين. واحدا من ملائكة الرحمة، حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض، فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. 3 قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث. جيل جديد من الخبرات الفنية وفقاً لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وبننتقل لخبر الرياضة. أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر في المجموعة السادسة التي تضم ليبيا والجابون وأنجولا. وطبعا حول موقف المنتخب المصري في هذه التصفيات حابين نعرف تفاصيل أكتر، ودايما بيفيدنا بالشأن الرياضي وأخبار الرياضة. معنا على الهاتف الكابتن طارق رضوان، رئيس رابطة الإعلام الرياضي المرئي والمسموع. صباح الخير كابتن. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا كابتن. الحقيقه طبعا يعني حضرتك دايما بتفيدنا في الشان الرياضي، فحابين نعرف من حضرتك يعني موقف المنتخب المصري بعد فوز ليبيا في اول مباراتين له في التصفيات طبعا، وتعثر منتخبنا الوطني امام الجابون بالتعادل الايجابي. هو طبعا ليبيا في صداره المجموعه 6 نقاط، مصر في المركز الثاني 4 نقاط، وبعدين بتاتي بعدها منتخب الجابون عنده نقطه واحده، وانجولا بدون رصيد كده. مصر طبعا عايزين افكر المشاهدين بانه لابد ان تحتل المركز الاول عشان تطلع الدور الثاني في التصفيات المؤهله لكاس العالم. تمام. طيب برضه حابين اعرف من حضرتك موعد مباراه مصر وليبيا في تصفيات كاس العالم يعني قطر 2022. هتتلعب المباراه، هتبقى في الجوله الثالثه، المباراه الاولى هتبقى في القاهره من 6 ل 9 اكتوبر، والعودة هتبقى بعديها ب4 أو 5 أيام في ليبيا، يعني الجولتين الثالثة والرابعة هيبقوا من بعض 3 أو 4 أيام بس. 3 أو 4 أيام، تمام. طيب مسافة صغيرة جدا يعني. طيب كابتن طارق، يعني رؤية حضرتك للجولتين القادمتين يعني؟ والله لازم مصر تكسب. لازم منتخب مصر يفوز، إذا كنت عايز تتأهل وتعمل نتيجة إيجابية عليك إن أنت تفوز بالمباراتين، لأن ليبيا أعلى منك بنقطتين. فما قدمناش حل غير الفوز في المباراتين القادمتين إن شاء الله، وبعد إن كده ننتظر بقى الماتشين التانيين. يا رب إن شاء الله. طيب برضو يعني ما الموقف بعد رفض اليابان استضافة بطولة كأس العالم الأندية يعني نسخة 2021 بعد تأهل الأهلي طبعا للمشاركة بعد فوزه على الجنوب الأفريقي؟ والله هو لسه طبعا اليابان اعتذرت او هتعتذر بنسبة كبيرة عشان فيروس كورونا، مش عارفين بقى هل تقام البطولة في قطر ولا هل مصر تطلب استضافتها ولا هل يتم تأجيلها، وده الاحتمال الأكبر إن هو يتم تأجيلها، خاصة إن قطر اللي هي ممكن تستضيف البطولة عندها بطولة كأس العرب في نفس الفترة. فالاحتمال الأكبر هو تأجيل هذه البطولة. طيب يعني أنا آسف على الإطالة، ولكن أختم مع حضرتك كابتن طارق يعني بأن أعلن اتحاد الكرة استئناف النشاط الكروي يوم 21 سبتمبر الحالي، فحابين برضو نعرف يعني ملامح جدول المباريات يعني. هو طبعا هنبدا بكاس مصر، هو جدول الدوري لسه مش هيستأنف الان، لكن احنا هنبدا بكاس مصر وهيبقى يوم 21. طبعا الاهلي عنده مباراه مؤجله مع انبي، والزمالك بيلعب وصل اوريدي لغايه دور 4 بيلعب مع اسوان، بس هيبقى في مرحله متاخره شويه بعديها يعني. تمام. يعني كل ال طيب تشكيل منتخب مصر اللي هو الجهاز الفني يعني اللي احنا سمعنا عنه يعني وعرفنا ايه يعني وجهه نظر حضرتك؟ والله تشكيل منتخب مصر مش عارفين بقى المدير الفني ما هو موقفه، ولسه لما يجي يشوف اللعيبه الجداد ويشوف رؤيته ايه، وانت عارف ان رؤيه المدرب الاجنبي بتختلف من شخص لاخر. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله، والتوفيق لكل الفرق يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه يا كابتن طارق. ان شاء الله يا فندم. انا بشكرك جدا، ويعني لوجود حضرتك بشكرك على المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا. شكرا شكرا كابتن طارق. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا كابتن. بشكرك جدا كابتن طارق رضوان، رئيس رابطه الاعلام الرياضي المرئي والمسموع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده، وهو خاص بوزارة الداخلية ومواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش المستلزمات الطبية والأدوية بكافة أنواعها. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. تكثف وزارة الداخلية من جهودها لمكافحة جرائم ترويج المستلزمات الطبية المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركيا. في هذا الإطار تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أكثر من 300,000 كبسولة أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا بحوزة مسؤول محل مكملات غذائية
كما تمكنت المديرية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط ما يقارب 17,000 قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك شركة بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية. كما تمكنت المديرية بالتنسيق مع الإدارة من ضبط نحو 14,000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بحوزة مالك شركة بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية. مديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة نجحت في ضبط 1,500,000 قطعة كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات الصحية منتج نهائي وتحت التجهيز، إضافة إلى نحو 10 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية. مديرية أمن كفر الشيخ وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة نجحت في ضبط 22,000 عبوة مستلزمات طبية عبارة عن قفازات طبية مجهولة المصدر بحوزة مالك محل بدون ترخيص للمستلزمات الطبية. مديرية أمن القليوبية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط 30,000 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، إضافة إلى مستلزمات إنتاج رديئة بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية. مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط 20,000 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية. كما نجحت المديرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط أكثر من 10,000 عبوة أدوية متنوعة مجهولة المصدر ومنها ما هو منتهي الصلاحية بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للأدوية. مديرية أمن مطروح وبالتنسيق مع الإدارة تمكنت من ضبط 37,000 قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وذات أثر بالغ على الصحة العامة بحوزة المسؤول عن صيدلية. مديرية أمن الغربية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط أكثر من 19,000 عبوة مطهرات مجهولة المصدر بحوزة المسؤول عن مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة جه معادنا مع المقال الأسبوعي لنيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. يعني اسم المقال النهارده بعنوان شكاوى ومواجهات. اسمحوا لي أقول لكم يعني جزء من المقال. جرى الحديث بمقالات سابقة عن البابا كيرلس الثاني ولقائه الخليفة المستنصر وأمير الجيوش وقصة ملك النوبة سولومون التارك ملكه من أجل العبادة والتنسك قرب أسوان وانتقاله إلى القاهرة حيث تنيح ودفن بدير الخندق. وعلى الرغم مما نعمت به مصر من سلام في عهد البابا كيرلس الثاني فإن عدة أتعاب قد ألمت به، فقد قدم بعض الأساقفة شكاوى على قداسته إلى أمير الجيوش مستخدمين خولي القبطي ويدعى يسيب، متهمين البابا بكثير من الأمور بحسب ما اتفقوا هم ويسيب. ويذكر القس منسى يوحنا: فلما اطلع أمير الجيوش على التقرير رأى أنه ليس من شأنه أن يحكم في أمر مثل هذا من تلقاء نفسه بمجرد أقوالهم، فأمر البطريرك بعقد مجمع من أساقفة الوجهين القبلي والبحري وكبار الأئمة يرأسه أمير الجيوش ليبحثه في الأمور المنسوبة إليه على البطريرك ليعرف عما إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة. فاجتمع 47 أسقفا لدى أمير الجيوش فأخذهم إلى بستانه الكبير بظاهر القاهرة، ثم قدمت الدعاوى على الأب البطريرك ففندها البابا ورد عليها جميعها مقتنعا الكل ببراءته مما نسب إليه كافة وبخاصة أمير الجيوش الذي ما كان منه إلا أن تحدث بشدة إلى مدعين على البابا ذاكرا لهم أنهم يجب أن يكونوا أمثلة وقدوات للرعية،
ثم أكرم أمير الجيوش البابا كيرلس وعظم شأنه، وطلب من الأساقفة أن يكتبوا له قوانين الكنائس والأديرة. أما يسيب فقد شرع في الاتفاق مع مقاومي البابا كيرلس الثاني. وبعد قرابة 20 يوما استدعى أمير الجيوش الأساقفة، حيث يذكر كاتب سيرة الأب البطريرك أن أمير الجيوش خاطبهم بكلام جميل وأكرمهم وقال لهم: كونوا كلكم شرعا واحدا ولا تختلفوا، وأطيعوا مقدمكم وكونوا مثله، ولا تكنزوا فضة ولا ذهبا، وصدقوا بكل ما يحصل لكم كما أوصاكم المسيح. وهذه القوانين التي عملتوها ما أحتاج إليها، وإنما طلبتها منكم ليتجدد عندكم أنتم عملها. ويذكر أنه في أحد الأعوام أرسل أنباساويروس مطران الحبشة هدية إلى أمير الجيوش لم تنل رضاه، فأرسل إلى البابا كيرلس الثاني يستدعيه. فحضر البابا ومعه 10 أساقفة، وعند وصولهم وجدوا شقيق مطران الحبشة عند أمير الجيوش، وأخذ يعنفهم تعنيفا شديدا، ثم طلب إرسال أسقفين إلى الحبشة من أجل أن يرسل مطران الحبشة ضريبة 50 سنة ويبنى المسجد هناك ويحضر الأحباش من التربص بالتجار المسلمين وغيرهم في طرقهم، وإلى أن تنفذ أوامره تلك بتمامها. أمر بسجن شقيق مطران الحبشة رهينة وبفرض 2 دينار كل يوم يمر على الأساقفة دون تنفيذ الأوامر. وقع الاختيار على أنبا مرقس أسقف أوسيم والجيزة وأنبا تدرس أسقف سنجار لحمل رسائل أمير الجيوش إلى مطران الحبشة. لكن في تلك أثناء أرسل ملك النوبة هدية فاخرة إلى أمير الجيوش مع ابن الملك السابق، طالبا منه أن يكلف البابا كيرلس الثاني برسامته أسقفا. فاستدعى أمير الجيوش الأب البطريرك ولبال أساقفة ثانية وأكرمهم جميعا، ومعهم شقيق أنباساويروس مطران الحبشة، وقد أخرجه من السجن بعد أن عرف حقيقة أن أنباساويروس كان قد بنى 7 مساجد لكن الأحباش هدموها. ثم أمر بمسير الأسقفين إلى الحبشة ومعهما الرسائل منه إلى ملك الحبشة، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. بنشكرك نيافة الأنبا إرميا. مشاهدينا بكده خلصت مقال نيافة الأنبا إرميا، وبننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده، وهو نشاط وزارة الداخلية إعلان عن انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة اعتبارا من الجمعة 10 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. أنا عايز أخلي ابني وبنتي اللي هم في المدرسة دول لما اديله حاجة شكلها ومضمونها جيد، يوم هو يبتدي يشعر ان فيه اهتمام بيه ويشعر ان هو ذو حيثية. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، واسمحوا لنا يعني هيكون معانا بعد كده فقرة الصحافة اللي دايما بنناقش المنشطات اليومية وبنحلل الأخبار مع حضراتكم. بيسعدنا بشرفنا في استوديو صباح ميل لتحرير الخبر هيكون معانا عبر الماسنجر الأستاذ عبد السلام فاروق الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام المسائي. فاسمحوا لنا نطلع فصل ونرجع مع فقرة الصحافة، خليكم معانا.
مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وجي معادنا مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة، وبيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميلي تحليل الخبر معانا عبر الهاتف الأستاذ عبد السلام فاروق الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام المسائي. صباح الخير أستاذ عبد السلام. صباح الفل عليك يا أستاذ يوسف وعلى جمهورك الكريم. أهلا بحياتك أستاذ، منورنا مشرفنا في استوديو صباح ميلي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذ عبد السلام، اسمح لنا نقول اول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا، الخبر الاول: الرئيس السيسي يتسلم رساله من امير الكويت ويؤكد ارتباط امن الخليج بالامن المصري. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجيه الكويت الشيخ احمد ناصر محمد الصباح، وذلك بحضور وزير الخارجيه سامح شكري والسفير الكويتي بالقاهره محمد الزويخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. الحقيقة طبعا أستاذ عبد السلام، طبعا دايما لما بنلاقي العلاقات الجميلة والوطيدة ما بين مصر وما بين دول أخرى، يعني ده طبعا بيخلينا إن احنا دايما نبقى فخورين إن مصر علاقاتها طيبة ما بين الدول الأخرى. وكمان لو جينا اتكلمنا عن الدول العربية كمان الشقيقة، ده برضو بيبقى ليها يعني معنى خاص وطعم خاص زي ما بيقولوا يعني. فحابين برضو حضرتك تشاركنا بهذا الخبر. بالطبع أستاذ يوسف، كما ذكرت حضرتك أن دوائر العلاقات المصرية الخارجية وفي القلب منها العلاقات المصرية العربية تتمتع باستقرار وعلاقات دفء ومحبة وتواصل على الدوام. واللقاء الأخير اللي نقل فيه وزير خارجية الكويتي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات أمير الكويت وتثمين للعلاقات المصرية الكويتية، والتي تشهد الحقيقة من فترة لأخرى تطورا، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المضطربة. المنطقة العربية والخليج العربي بيشهد متغيرات ربما تكون صعبة خلال الأسابيع أو الشهور القادمة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني والعلاقات الأمريكية الخليجية. في تطورات ستنعكس إيجابا أو سلبا حسب قراءتي. أنا أظن أن الدول العربية تسابق الزمن الآن لاقتناص الفرصة لتطوير التبادل السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم، ودي خطوة وأظن أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. تمام. طيب، يعني اسمح لنا ايضا ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده، وهو نص كلمه الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي 2021. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، مؤكدا ان البشريه في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الاصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والأثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار. الحقيقة طبعا أستاذ عبد السلام، يعني زي ما كلمة الرئيس، فعلا احنا يعني في مفاجآت كده يعني شفناها في الـ يعني السنة اللي فاتت، يعني زي ما الرئيس قال يعني جائحة كورونا والأثار السلبية للتغيرات المناخية، ده فعلا بيخلي الواحد يعني يبتدي يعني عامة، يعني لو جينا اتكلمنا الشخص ذات نفسه لما بيمر بحاجات كده مفاجأة يعني بيبتدي يغير أفكاره للأفضل، بيبتدي يبتكر فعلا حاجات جديدة علشان تواكب التغيرات اللي حصلت.
فحابين حضرتك شايف الوضع كان يعني في السابق ازاي، وبعد هذه الازمات الحمد لله يعني مصر ماشيه بخطى كويسه، فبرضو حضرتك فدنا بهذا يعني. كلمه السيد الرئيس الحقيقه كلمه تنبه، وهي جرس انذار، لانه الامر جد وخطير لا هزل فيه ولا تهاون، ليس فيما يتعلق بجائحة كورونا فقط التي أصابت الكرة الأرضية وأهلكت الكثير من النفوس، لكن أيضا التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي التي أصبحت حقيقة لا ريب فيها. طبعا حدثت فيضانات في شتى بلدان العالم، مثلا فيضانات في ألمانيا وحرائق غابات في تركيا والجزائر. التغير المناخي الحقيقة يمثل من وجهة نظري عاصفة شمسية خطيرة ربما تؤدي إلى فناء البشرية. هذه بعض توقعات علماء البيئة، وأنا أؤيد هذه التوقعات، لأن الإنسان الحقيقة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين يمارس تحطيما للبيئة وللغلاف الجوي المحيط بنا لدرجة بشعة. ومن هنا علينا الانتباه أنه أسباب التغير المناخي طبعا المتهم فيها هم البشر أنفسهم، وإحنا كمان مش محتاجين مجرد تخفيف، إحنا عايزين حل، وحل سليم وحاسم، لأنه تقليل أثر الانبعاث الحراري زي ما حضرتك عارف أستاذ يوسف، يعني عوادم السيارات، المخلفات التي تلقى في البحار والمحيطات كلها تؤدي إلى مشكلات مش بس مرضية، لكن مشكلات تعوق الحيوان والنبات عن النمو وعن الإنتاج، مما يمثل في نهاية الأمر مشكلة للحياة، يعني الحياة نفسها قد تتعرض لخطورة. ومن هنا كلمة السيد الرئيس الحقيقة كلمة في محلها، وهي ضمن أطر وخطة الدولة المصرية لتقليل آثار الانبعاث الحراري واستخدام الأساليب الطاقة النظيفة. الحقيقة احنا بنطمح خلال السنوات القادمة أن القاهرة على سبيل المثال تبقى من المدن النظيفة كما ستكون مثلا العالمين في مستقبل الأيام والعاصمة الإدارية، وده يأتي من انضباطنا كبشر، من وضع خطط وقوانين صارمة تحاسب الأفراد والمسؤولين على أخطائهم الكارثية تجاه البيئة. مظبوط فعلا كلام حضرتك، وفعلا يعني احنا شايفين ان في تطوير افضل في هذه الفترة، يعني برضو يعني تماشيا مع الظروف المحيطة، وان شاء الله كده نرى الافضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر استاذ عبد السلام اللي معانا بعد كده. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، رئيس الوزراء يبحث تطبيق معايير التصدير مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. استقبل رئيس الوزراء مصطفى مقبولي نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفد المنظمة مرافق له، وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا مشاط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وعددا من المسؤولين. وقال رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة في إطار صياغة برنامج قطري يربط بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية. وأضاف مقبولي إن مصر تسعى في من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، كما تسعى إلى تطبيق معايير التصدير التي أقرتها المنظمة على منتجات الدول الأعضاء للارتقاء بجودة المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية. أستاذ عبد السلام، لو جينا اتكلمنا عن يعني منظومة التصدير طبعا، وطبعا داخلة في الوضع الاقتصادي، وطبعا لو جينا اتكلمنا عن المنتج المصري، فتعليق حضرتك يعني في هذا الخبر.
الحقيقة الحكومة المصرية والكلام ده منذ سنوات بتضع خطط استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. طبعا في شروط تضعها هذه الأسواق على كفاءة المنتج وجودته وارتباطه بالمعايير والشروط الدولية. في الفترة الأخيرة الحكومة المصرية عقدت العديد من الاجتماعات ورصدت الكثير من الميزانيات لزيادة الصادرات المصرية. طبعا ده سيعود بالنفع على العملة الصعبة والاحتياط النقدي للدولة المصرية. وزي ما حضرتك عارف والسادة المستمعين عارفين، كلما زادت الصادرات لدى أي دولة الحقيقة بدأ يبقى تأثيرها في العالم أكبر، والنموذج الصيني واضح للعيان في هذا الإطار. ومن هنا الحكومة لا تألو جهدا لتذليل العقبات والتفكير خارج الصندوق من أجل تشجيع رجال المال والأعمال والمصدرين على التصدير إلى الأسواق الأوروبية على سبيل المثال والأمريكية أو غيرها من الأسواق التي تستورد المنتجات المصرية. أنا بس أود أن ننتبه لأنه الصادرات الغذائية مثلا زي البطاطس والعنب وغيره من صادرات الحاصلات الزراعية ليس كافيا، لأن دي مادة خام. مفروض نفكر كما تفكر كل الدول التي سبقتنا في هذا الإطار، في إطار زيادة الصادرات وتعظيم الفوائد والمكاسب لمجتمعاتها ودولها. نفكر في إنشاء صناعات قائمة على هذه الحاصلات الزراعية لزيادة القيمة المضافة. من هنا نستطيع أن نخلق بالتالي وظائف لأبنائنا ونقلل البطالة الخانقة في مجتمع. إنما لو لسه هنفكر بالشكل القديم أن نصدر المواد الخام، أن نصدر الحاصلات الزراعية دون الاستفادة من القيمة المضافة بتاعتها اللي هي الصناعات الغذائية المكملة لهذا النشاط، وتبقى بجودة قابلة للتصدير وللاستهلاك يعني بالمعايير العالمية. لا أحد الآن يمكنه إخفاء جودة منتج عن المستهلك. المهم طبعا الحكومة والسادة المسؤولين مطلوب منهم الآن السعي بسرعة شديدة والانطلاق بسرعة شديدة، لأنه التنافس والصراع على الأسواق الدولية على أشد الآن بين القوى العالمية، فما بالك بين الدول الأقل نموا. وبما أننا نسير في الاتجاه الرأسمالي المنضبط بوعي شديد، طبعا مطلوب تشجيع رجال المال والأعمال والمصدرين، ومع الأخذ في الاعتبار أنه مطلوب أيضا أن نفكر في الصناعات البديلة لما نستورده من الخارج. يعني من ناحية عندنا قدرة على التصدير وبجودة عالية، ومفروض يبقى عندنا كفاءة طبعا لدى العاملين والمهندسين الذين يعملون في هذه المصانع مثلا. إلى جانب ذلك يجب أن احنا ننتبه أن الصراع الآن على الفرصة الواحدة في الاقتصاد العالمي، وأنه لا يمكن لأحد أن يحتل مكان في الاقتصاد العالمي إلا إذا كان جيدا وكفئا وقابلا للاستهلاك بطبيعة الحال. مظبوط. يعني احنا طبعا بنتمنى ان يعني موضوع، طبعا حضرتك عارف ان الاقتصاد هو عصب كل دولة، فاحنا طبعا شايفين الفترة دي في ظل جائحة كورونا يعني الحمد لله مصر ماشية فيه خطوات ثابتة، وان شاء الله نراها في الافضل كمان الفترة اللي جاية ان شاء الله.
طيب اسمح لي استاذ عبد السلام ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده. مشاهدينا الخبر اللي بعد كده: مجلس الوزراء يهنئ الفلاح المصري بمناسبه عيده 69. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مبولي اجتماع المجلس، وذلك لمناقشه عدد من القضايا والملفات ذات الاولويه. وخلال الاجتماع تقدم مجلس الوزراء بالتهنئه لكل فلاح ومزارع مصري بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح 69، حيث أكد مدبولي على حرص الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس السيسي وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين. هي أيضا أستاذ عبد السلام، يعني برضو في ظل المشروعات الجميلة القيمة اللي احنا بنشهدها في هذه الايام، وهي طفره الحقيقه، وهي مبادره طبعا حياه كريمه. ولو جينا اتكلمنا عن القرى والفلاحين، طبعا دول ناسنا واهلنا ويعني على راسنا من فوق، فطبعا لازم كل يعيش حياه كريمه. فحابين برضه حضرتك كلمه للفلاح المصري، وايضا يعني تعليق حضرتك يعني من اللي بيحصل في الفتره دي. الفلاح المصري باختصار هو عصب الحياه المصريه منذ نشأة الزراعة في أرض المحروسة، والفلاح المصري يكد ويعرف لإنتاج المحاصيل الوفيرة التي بنت الحضارة المصرية القديمة ووفرت مناخا للعمران وللتقدم والتحضر. هذا من الناحية دي. اليوم اللي بتحتفل به الحكومة والسيد رئيس الوزراء وجه هذه التهنئة للفلاح المصري هو يوم 9 سبتمبر سنويا يعني. طبعا من اللافت انه اليوم ده هو اللي شهد صدور قانون الاصلاح الزراعي عام 1952، اي عقب قيام ثورة يوليو 23 يوليو 52. مظبوط. ودي الحقيقة يعني تاريخيا ممكن لو السادة المشاهدين والمستمعين الآلية يقول لك لا، طب القوانين تغيرت، لماذا تحتفل الحكومة المصرية الآن بعيد الفلاح؟ طبعا الفلاح كما يدرك الجميع هو أصل المصريين، والفلاحة مهنة محترمة ومهنة تقترب كثيرا من المهن الدقيقة الآن زي المهن الإلكترونية، مع اختلاف طبعا العصر واختلاف الأدوات. لكن هل يمكنك، هو سؤال يأتي إلى ذهني الآن وأنا أتحدث مع حضرتك، هل يمكنك الاستغناء مثلا عن القمح أو الذرة أو البطاطس؟ لا طبعا، لا أحد يمكنه الاستغناء عن القمح أو الذرة أو البطاطس التي ينتجها الفلاحون في كل بلاد العالم. طبعا بالأخص الفلاح المصري طوال التاريخ، احنا بنتكلم عن الجانب الجيد في التاريخ، لكن في جانب في الحقيقة مؤلم في التاريخ، لأنه الفلاح المصري وده سبب الاحتفال الآن، الفلاح المصري تعرض للكثير من الانتهاكات والكثير من الظلم عبر التاريخ، ولذلك أنصفته ثورة يوليو، ومطلوب استمرار هذا الإنصاف وتمكين الفلاح المصري لكي يتمكن الفلاح من زيادة الإنتاجية طبعا باستخدام الأبحاث العلمية الحديثة التي تنتجها مراكز البحوث الزراعية على سبيل المثال، وعندنا أساتذة محترمين في مصر في هذا المجال بينتجوا بذور جيدة، والإنتاجية بتاع هذه البذور في واقع الحال أعلى وأكبر من مثيلتها في البذور الخارجية. المهم ونحن نتحدث عن عيد الفلاح، طبعا الدولة المصرية الحقيقة في الفترة الأخيرة قدمت الكثير من المبادرات، منها تبطين الترع يعني المصرية، ده مشروع ضخم. هذا المشروع سيستفيد منه الفلاحون في عموم مصر، سييسر عليهم الري، سيسهل عليهم زراعة محاصيلهم الزراعية ورعاية حتى مواشيهم،
وبالتالي النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها، يجب الاهتمام بالفلاح المصري اهتماما أكثر من هذا، مش بس بالمبادرات التي يقوم بها السيد الرئيس، وهي مبادرات كريمة ومحترمة. مطلوب أيضا إلى جانب هذه المبادرات أن تكون هناك خطة مباشرة من الدولة المصرية، أولا لتكريم الفلاح كما يحدث في هذا الاحتفال، والأمر الثاني والأهم هو حثه على ومساعدته، مش بس الحث، ومساعدته في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والتعرف على الأساليب الجديدة في الزراعة التي تساعد في النهاية على زيادة الإنتاجية، سواء من القمح أو القطن أو غيره من السلع المهمة للصناعة وللغذاء في مصر. تمام، يعني اسمح لي استاذ عبد السلام، يعني اختم مع حضرتك باخر خبر معانا مشاهدينا. الخبر معانا الاخير، وزير الصحه والتعليم العالي يتفقدان نقاط تطعيم الطلاب والعاملين في جامعه القاهره بلقاح كورونا. تفقد وزيرة الصحة هالة زايد والتعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعاملين بالجامعة لقاح كورونا. يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجدير بالذكر أنه تم تخصيص 17 نقطة تطعيم بالجامعة. الحقيقة طبعا أستاذ عبد السلام، يعني أنت حضرتك عارف يعني الفترة دي احنا بنمر بي ودخلنا في الموجة الرابعة، يعني زي ما احنا عارفين، وطبعا حضرتك ملاحظ الاعداد الفترة اللي فاتت، ولكن الخبر ده يعني بيخلينا بس نؤكد على، يعني حضرتك طبعا هتفيدنا اكتر، بنؤكد على ان اللي لسه ما قدمش على اللقاح يقدم وينزل ياخد اللقاح بجرعاته، وطبعا حضرتك عارف ان اللقاح بيحمي كتير جدا، فحابين برضو من خلال حضرتك نؤكد على هذه المعلومة في ختام الفقرة. أستاذ يوسف، الرسالة الأساسية في هذا الخبر هو مطلوب من الجميع الحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية وأخذ الطعوم التي تقدمها الحكومة المصرية مجانا لأبنائها وفي توقيتاتها، لأنه الحقيقة العلماء خاصة العلماء الألمان يحذرون من ذروة في الخريف، ذروة للدورة الرابعة لهذه الجائحة المضنية التي يعني خلفت الكثير من الآلام والإنسانية والاقتصادية. ومن هنا الرسالة التي يمكن أن أوجهها للسادة المشاهدين الذين يستمعون إلينا الآن، أنه مطلوب الحذر، مطلوب أخذ الجرعات في موعدها بانتظام سواء للكبار أو الصغار، وكمان الأخذ بالإجراءات الاحترازية أمر شديد الأهمية. مظبوط مظبوط فعلا زي ما حضرتك أوضحت، وإحنا بنؤكد يعني على كلام حضرتك كمان، وإن شاء الله يعني الأزمة دي تعدي بكل خير يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك جدا أستاذ عبد السلام طبعا على تشريفك لينا وعلى تحليل حضرتك للأخبار الشيق، وكمان يعني وقت حضرتك بنشكرك عليه، وإن شاء الله كده تنتهي هذه الجائحة بخير ونلتقي بقى مع حضرتك مرة أخرى يعني زي سابقا كده في الاستوديو برضو نتناقش مع حضرتك في الأخبار ونحللها مع حضرتك. بشكرك جدا الأستاذ عبد السلام فاروق الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام المسائي، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة، اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة اللي زي ما قلت لحضرتك هنتكلم عن المشروعات القومية والطفرة الكبيرة الجميلة اللي حصلت في مصر في السنوات الماضية، هنتكلم عنها باستفاضة من خلال ضيفنا اللي هيكلمنا وهيطلع علينا عبر الماسنجر دكتور شريف الباز استشاري دكتوراه ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والتسويق. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معنا. مراكز سان رايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب دكتور شريف باشا سيف،
تفخر مراكز سانرايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الإمبريوسكوب والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال، تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية. اتصل على 1-393. حلم الأمومة ليس مستحيلاً. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، وجي ميعادنا مع الفقره الاخيره في حلقتنا النهارده. وزي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن موضوع مهم جدا كلنا بنشهده الفتره اللي فاتت، وهي المشروعات القوميه والطفره الجميله اللي حصلت في مصر في السنوات الماضيه، وخصوصا طبعا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني رئاسه الجمهوريه. فطبعا يعني هنتكلم عن حكم البلاد، فطبعا دشنت الحكومه المصريه العديد من المشروعات التي تسهم في رفع مستوى الاقتصاد وزياده الدخل القومي. هنتكلم عن المشروعات واهميتها طبعا لمصر والمصريين. بيسعدنا وبيشرفنا في استوديو صباح ميل الكلام عن هذا الموضوع، بيشرفنا عبر الماسنجر دكتور شريف الباز، استشاري دكتوراه ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والتسويق. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم، صباح الخير يا مصر، وكل سنة يعني وأهلي وناسي، أهلي المسيحيين وأصدقاء المسيحيين بألف خير وسلام يا رب، ودايما يا رب مصر يعني آمنة ومصر في سلام، ودايما يعني احنا بنؤكد على الترابط الوطني والرحلة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع، نسيج واحد وعجينة واحدة لكل المصريين. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب وبألف خير يا دكتور، ومشرفنا ومنورنا في استوديو صباح مي كده، ودايما في أفضل حال يا رب. شكرا يا فندم. يعني احنا طبعا النهارده زي ما حضرتك عارف احنا هنتكلم عن المشروعات القوميه والطفره طبعا اللي حصلت في السنوات الماضيه، بس في البدايه حابين يعني من حضرتك يعني نعرف من حضرتك المقصود بالمشروعات القوميه وما هي اهدافها. المشروعات القوميه بتكون مشروعات كبيره يعني وذات حجم كبير، وليها تأثيرات يعني ليها تأثيرات تنموية واقتصادية واسعة بشكل كبير جدا وعلى نطاق جغرافي كبير، ودي بتكون أولويات الدولة لتطبيق التنمية المستدامة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل، بجانب يعني المشروعات القومية ما بيكونش هدفها الأساسي هو الربح، لكن المشروعات القومية هي مشروعات لا يقدر القطاع الخاص بشكل كامل انه يقوم بها منفردا او يقوم بها لوحده نتيجة حجم وضخامة هذه المشروعات. وبتكون هنا تتدخل الدولة لان هي تقيم هذه المشروعات من اجل يعني ان هي تقيم دولة حقيقية وان هي تبني دولة حقيقية واللحاق بالركب العالمي بشكل كبير. وخلينا نسأل، هي الدولة عبارة عن أي دولة عبارة عن دي؟ هي الدولة عبارة عن مجموعة مشاريع وشركات بمختلف أحجامها ومختلف إمكانياتها المالية، سواء مشروعات صغيرة أو شركات متوسطة أو مشروعات متوسطة أو مشروعات كبرى أو مشروعات طويلة. ومدى نجاح أي دولة سواء دول الجي 7 أو الدول الصناعية الكبرى بتكون بالاعتماد بالأساس على مدى نجاح مشاريعها ومؤسساتها في هذه الدولة. تمام. طيب يعني برضو احنا يعني كلنا ملاحظين الفترة اللي فاتت طبعا هذه المشاريع، حابين برضو نعرف حضرتك أهمية هذه المشروعات وازاي او كيف يعني بتساعد هذه المشروعات في تخفيف يعني الازدحام والزيادة السكانية، برضو حابين حضرتك تفيدنا بها، خصوصا كمان احنا الفترة اللي فاتت شفنا الطرق وشفنا الكباري ويعني في طفرة حصلت. يعني بالطبع يعني انا عندي المشروع القومي للإسكان، عندي محور تنمية قناة السويس بالمشاريع والاستثمارات الأجنبية حوالين مدن القناة، الشبكة القومية للطرق، التأمين الصحي الشامل، رغم أن التأمين الصحي أساساً مش هدفه ربحي،
رغم أنه مشروع قومي كبير وعملاق، العاصمة الإدارية الكبيرة، وكما حضرتك ذكرت أو أشرت لي الزحام أو الكثافة السكانية، وأن أنا أخذ من القاهرة القديمة للعاصمة الإدارية الكبيرة، وأن أنا هنا بعمل حركة للاستثمارات والأفراد، بنقلهم من مكان لوادي جديد ودنيا جديدة وحياة جديدة وعاصمة جميلة بشكل حضاري وفقا يعني لأفضل يعني النماذج العالمية انشأت. عندي الشبكة القومية للسكك الحديد ومترو الأنفاق، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية التكنولوجية، ودي باستثمارات ضخمة جدا، وتطوير المناطق العشوائية مشروع قومي كبير جدا، والريف، والنهاردة من أكبر وأنجح المشاريع ربط البحرين ببعض، يعني قناة سويس جديدة، ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، قناة سويس جديدة على يعني قضبان القطارات بالتعاون مع شركة تيمنس الألمانية، واستخدام أعلى التكنولوجيا يعني العالم، وأفضل شركة في العالم. أنا النهاردة أنا واخد من دابي، هو حضرتك هدف يعني المشاريع دي، ما هي المشاريع دي مربوطة برؤية مصر 2030، يعني تحت مظلة فخامة القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي. النهاردة أساسا المشاريع دي هدفها إيه؟ ما هي المشاريع دي هدفها تحسين أحوال معيشة المواطن، معيشة المواطن، إن أنا يعني بعمل quality of life للمواطنين بشكل أفضل. مين المستفيد بالتأمين الصحي؟ مين المستفيد بالطرق والكباري؟ مين المستفيد بقناة السويس الجديدة ومحور التنمية هناك في حوالين مدن القناة التي تشمل جميع مدن القناة؟ مين المستفيد بمترو الأنفاق؟ مين المستفيد بالقطار الكهربائي السريع؟ مين المستفيد بكل هذه الأمور؟ مين المستفيد بالبنية التحتية؟ وأنا بكلم حضرتك أهو يعني عبر الإنترنت من خلال الشبكة الدولية العنكبوتية في مصر وموقعنا والاتصال السريع، مين المستفيد بالكلام ده؟ وأنا بكلم حضرتك يعني بشكل رقمي أو بشكل يعني رقمي تقني، مين المستفيد بالكلام ده؟ ما أنا وحضرتك وجميع المواطنين بكل أطياف المجتمع. حضرتك أما بتتكلم على الزحام المروري او كده، انا حتى يعني هتناول نقطه فرعيه بسيطه جدا، من خلال استخدام التكنولوجيا قدرت ان انا ادفع فاتوره التليفون وفاتوره الكهرباء واتعامل مع بنك من خلال الموبايل، من خلال التليفون المحمول اللي في بتاعي. مين المستفيد بده؟ ما هو ده المستفيد من ده، هو المواطن المصري. يعني مين المستفيد ان انا النهارده بدل ما انا كنت اروح مجمع التحرير والناس جايه من مدن بعيده ومحافظات بعيده عشان يعني يخلصوا من ملحهم في مجمع التحرير، النهارده بالتليفون بخلص كل اوراقي باستخدام التكنولوجيا. يعني مين المستفيد بده؟ بوفر ان انا اخد يوم او يومين اجازه من العمل، بوفر تكلفه ان انا اركب قطر او اركب مواصلات او حتى استخدم عربيتي الشخصيه ان انا اروح، وان انا اخد اجازه من الشغل، وان انا يعني اتسبب بالتكدس انا وغيري وغيري، تكدس زحامي او تكدس مروري، بجانب ان اروح اقف 3-4 ساعات زي زمان ما كنا بنعمل عشان اخلص ورقه، النهارده كله باستخدام التكنولوجيا. ده لو انا تناولت يعني نقطه فرضيه من حيث البنيه التحتيه التكنولوجيه وهكذا. فعلا زي ما حضرتك اوضحت لنا، وطبعا احنا شايفين هذا التطوير الجميل طبعا. طيب حميد، برضو من حضرتك توضح لنا يعني نوضح للمشاهدين طبعا استراتيجيه 2030، ونحن طبعا الفتره اللي فاتت دايما بنسمع في يعني 2030 ان شاء الله كده هتبقى طفره كبيره جدا، فحابين برضو حضرتك تشاركنا بهذا. الحقيقه يعني الاستراتيجيه
2030 أو رؤية مصر 2030 هي بتعتمد بالأساس على التنمية المستدامة الشاملة وتحقيق يعني تحسن في معيشة المواطن، وبالطبع التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي وفقا لعدة أهداف. أول هدف في استراتيجية 2030 تحسين حياة المواطن زي ما ذكرت، وتحسين مستوى معيشته، يعني ده جوه استراتيجية الدولة، جوه استراتيجية الدولة ده بالهدف أول للدولة، ده هدف أول للدولة، هي دي الرؤية، هي دي الرؤية وهي دي الاستراتيجية. رقم اثنين طبعا تحقيق العدالة والاندماج المجتمعي والمشاركة المجتمعية. احنا النهاردة اما يعني كانت بداية يعني وضع اساس لرؤية مصر 2030 في فبراير 16، ما هو اللي وضع الرؤية كل فئات المجتمع من خلال المؤتمرات بالاضافة للخبرات الدولية وبمشاركة كل قطاعات الدولة من وزاراتها وأجهزتها تحت مظلة يعني فخامة القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي. أنا النهاردة عندي إن أنا أقدر إن أنا من ضمن الاستراتيجيات إن أنا أحقق تنافسية اقتصادية، وده من خلال إيه؟ من خلال إن أنا بصنّع، وبصنع كمان وفقا لإن أنا ما بلوثش البيئة وفقا للنظم الدولية. يعني عندي يعني من ضمن أهداف الاستراتيجية الابتكار والبحث العلمي والاهتمام بالبحث العلمي، طبعا نظام بيئي متكامل وتحقيق الاستدامة. إن أنا النهاردة ما جيش علشان أستفيد إن أنا أدور الأرض الزراعية أو إن أنا ألوث مية النيل، لا، مية النيل ليا وللأجيال الجاية، الأرض الزراعية حتى لو بتاعتي ليا وللأجيال الجاية، حتى الهواء إن أنا عندي مصنع ملوث الهواء، لأن أنا معلش أنا هشير لنقطة صغيرة جدا هنا. الحقيقة يعني أنا يمكن ذكرت يعني سابقا النهاردة الإنسان ما عادش محتاج يحارب كل إنسان وفقا لي يعني عوامل أيديولوجية سواء على العرق أو الدين أو أمور مختلفة، لأن الإنسان أصبح أكبر ملوث للبيئة، واللي يحارب البيئة يعني ويحارب الطبيعة، الطبيعة كافية إن هي لوحدها تقضي على يعني الحضارة الإنسانية بشكل كبير أو بشكل نسبي على الأقل، وفترات بسيطة جدا زي ما بنشوف الحرائق والنهاردة والأعاصير والمياه تتمدد وارتفاع درجات الحرارة، والنهاردة المحاصيل الزراعية تأثرت بظاهرة التغير المناخي وهكذا. ودي وفق استراتيجية مصر 2030 تحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، رغم ان مصر مش شريك بالاساس في تلوث البيئه على مستوى العالم، هي اكبر دولتين هما يعني سبب هلاك الطبيعه في العالم من الولايات المتحده والصين بالاساس بالنسبه الاغلب للتلوث البيئي وظاهره التغير المناخي بشكل كبير. ارجع اكمل كلامي، حوكمه المؤسسات والمجتمع الامن والسلم، واحنا النهارده عندنا احنا في 2014 طلعنا من الارهاب يعني اللي كان هيقضي على الاكبر والياس ويقضي على كل شيء يعني تحت مظله القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي وجيش مصر، يعني رجاله مصر، جيش مصر، يعني هؤلاء الرجال الشرفاء وشرطه مصر طبعا. وبالنسبة يعني هدف آخر لاستراتيجية 2030 تحقيق الريادة المصرية بشكل كبير وسواء على المنطقة أو كذا. والنهاردة عندي بالأساس يعني أكبر منظمات دولية وأكبر خبراء ورجال اقتصاد العالم يروا أن مصر يعني ستلحق بالركب العالمي وسط يعني دول السبعة الكبار وصناطات يعني سنناطحهم، ويعني سيحدث منافسة معهم على المستوى الزراعي والصناعي
وامور هكذا. هم حتى كانوا بيلجؤوا لنا في السنين اللي فاتت في مجموعه الجي 7 كمكمل ومتمم ليهم بشكل كبير، وتعالوا شاركونا. بل بالعكس، النهارده المؤشرات في ظل وباء كورونا وفي ظل يعني هذه الجائحه، النهارده مؤشرات مصر افضل من الارجنتين بكتير، والارجنتين دوله مش قليله، افضل من الهند بكتير، حتى على مستوى البطاله، حتى على نسبه الفقر بشكل كبير. دول كنا دايما بنتكلم عنها وعن نجاحاتها بشكل كبير، مصر النهارده في المؤشرات فقط وعلى ارض الواقع. اتفضل. مظبوط. طيب حابين برضو من حضرتك، وده برضو نقطة مهمة جدا، شايف حضرتك ان هذه المشروعات القومية بتساهم في خلق فرص عمل للشباب، وده طبعا المطلوب في هذه الفترة، فبرضو حابين نعرف من حضرتك ازاي بتساهم في ده. يعني بالطبع المشروعات القومية، اي مشروع قومي هو يعني، معلش انا في نقطة بس هشير ليها، مفهوم الدولة الحديث او مفهوم الاضاءة، يعني الدولة الحديث النهاردة، الدولة مش دورها ان هي تدي فلوس النهاردة او انها تخلق فلوس بالمعنى الاصح. هي الدولة اساسا اصبحت في المفهوم الحديث للإدارة، الدولة تدير وتنظم. الدولة تدير وتنظم. والنهاردة عندي المشروعات القومية، الدولة المصرية تقوم بها بالمشاركة مع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي. ما هو المشروع القومي مثلا محور تنمية القناة، ما هي روسيا جت شركتك في محاور التنمية حوالين القناة، الصين جت شركتك بمليارات الدولارات. هي الاستثمارات بتاعت الصين وروسيا ودول أوروبا، هو مين اللي بيعمل فيها؟ مين في يعني اللي بيشتغل فيها وبينشئها من A to Z أو من A to Z؟ مين؟ ما هي العمالة المصرية. مظبوط. العمالة المصرية هي اللي بتدير، وهي اللي بتعمل، وهي اللي بتبني المشروع وبتقومه وبتديره بعد ذلك. وده بيفرق معايا بشكل كبير في سوق العمل، وإن أنا النهاردة زيادة فرص العمل للشباب، والنهاردة إن أنا أقل نسبة البطالة بشكل كبير. النهاردة لولا المشاريع بمختلف أحجامها، من ضمنها أساسا المشروعات القومية اللي بتشرف وتدير عليها الدولة بشكل كبير، النهاردة المشروعات هي اللي بتقوم، وهي الفارق ما بين دولة متقدمة ودولة نامية، دولة جيل ثالث ودولة متقدمة من العالم الأول أو الثاني. هنا ده الفارق، وأي مشروع بينشأ هو مين اللي بيعمل فيه؟ ما هو المصريين. مظبوط. طيب برضو حابين يعني من حضرتك تقول لنا برضو، يعني زي ما هذه المشروعات بتساهم في فرص عمل للشباب، حابين برضو نعرف من حضرتك يعني، ونؤكد على المعلومة ان طبعا هذه المشاريع بتساهم في انتعاش الاقتصاد، وحضرتك عارف طبعا الاقتصاد ده بيبقى عصب كل دولة، يعني هو لما بيكون الاقتصاد مرتفع بيبقى طبعا ثقل حلو جدا للدولة، فحابين برضو حضرتك تفيدنا بده. طبعا المشروعات القومية تأثيرات على الأجل الطويل والأجل البعيد، ولكن عموما المشروعات القومية لها تأثير بالأساس على نسبة التنمية ومعدل التنمية والنمو، وعلى يعني تحقيق التنمية المستدامة بالمفهوم والتطبيق الحديث. النهاردة خلق فرص عمل للشباب، النهاردة ان انا اخد ريتنج عالمي واخد تصنيف يعني عالمي بشكل اكبر. احنا النهارده بنقيم دوله حقيقيه، بنقيم دوله حقيقيه وهي الجمهوريه الجديده. انا بالنسبه لي انا شايف يعني دي البلد اللي انا كنت من زمان احب ان انا انتمي ليها واكون عايش فيها. انا كمواطن مصري وكشاب مصري، دي الدوله أنا شايفها النهاردة اللي أنا أحب إن أنا أنتمي ليها وإن أنا أبني وأعمر. إحنا كان إيه مشاكلنا زمان؟ إيه المشاكل اللي كانت يعني موجودة زمان؟ يعني الحقيقة يعني القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي هو أعلم بمشاكل مصر منذ 2014، يعني كان يراها
نصب أعينه بشكل كبير جدا. وهي مشكلة مصر بخلاف الإرهاب وقتها، بخلاف الإرهاب وقتها كانت مشكلة في التنمية والنمو بشكل كبير. احنا زمان من 30 سنة كنا يعني بنقترض علشان نلبي السلع الأساسية لمصر. أنا النهاردة أما أنا أحط الاقتراض مقابل إن أنا أعمل تنمية وأعمل مشاريع، هو ده النجاح. مظبوط، هو ده النجاح. المشاريع دي دول مشروع واحد منها دول ما تقدرش تقوم بيها. أيوه. أمال بيسموها دول جيل تالت ليه؟ دول ما تقدرش تقوم بيها. أيوه. لكن الفرق ما بين زمان والنهاردة إيه؟ أنا زمان كنت بقترض علشان ألبي السلع الأساسية لمصر من الغذاء والدواء. مظبوط. لكن أنا النهاردة بعمل مشاريع تنموية يعني مستدامة شاملة، وبعمل تنمية ونمو حقيقي، ببني بلد. فبعد كده على الأجل القريب والأجل البعيد المشاريع دي هي اللي بتدر الدخل بعد كده للدولة وعلى المواطن. للدولة وعلى المواطن. صح، مظبوط فعلا كلام حضرتك فعلا دكتور شريف. واحنا طبعا شايفين هذا التطور وهذا الجمال اللي بيحصل في مصر من السنوات الماضية، وان شاء الله السنوات القادمة يبقى في الأفضل والأفضل ان شاء الله. الحقيقة دكتور شريف طبعا يعني وقتنا خلص، ولكن طبعا انا بشكر وقت حضرتك لوجودك معنا، وبشكرك كمان على يعني تقييمك للوضع والمشروعات القومية بشكل مفصل ومقنن جدا وجميل، وان شاء الله كده يعني تنتهي هذه الجائحة بألف خير، ونلتقي بقى مع حضرتك مرة اخرى في الاستوديو برضو نتكلم. ده شرف كبير قوي ليا يا فندم، وانا بشكر القناة وبشكر اسرة البرنامج، وبرضو أؤكد دائما يعني كل سنة وأهلي وصحابي صحابي وحبايبي المسيحيين بألف خير وسلام يا رب، ودائما نؤكد على التلاحم والوحدة الوطنية. طبعا الشعب المصري نسيج واحد. طبعا. مسلمين ومسيحيين، أهلي وناسي وحبايبي اللي بعتز بيهم وبفتخر بيهم، كنت معاهم في المدرسة ومعاهم في سكني. طبعا. وأحلى أصحاب وأحلى عشرة. كل سنة وانتوا طيبين، مصر كلها طيبة، وأعياد المسيحيين أعياد لكل المصريين. طبعا ده شرف لينا دكتور بجد، وبشكرك يعني على يعني مشاعر حياتك الطيبة، وإن شاء الله كده كلنا يعني دايما نبقى مبسوطين وفرحانين ومليانين بسلام يا رب إن شاء الله. أنا بشكرك جدا دكتور شريف الباز، استشاري دكتوراه ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والتسويق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرتنا الأخيرة، وأيضا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح الخير. إن شاء الله الأسبوع القادم مع صباح جديد، وأشوفكم بكل خير وصباح الخير.